جينا عند أهم برج في الأبراج، برج الجدي الصهيوني. ماذا يمثل برج الجدي الصهيوني بالنسبة لكل طالع حسب ساعة الولادة؟ الجدي هو عاشر الحمل، لما الحمل يعقل يطلع عند طالع الجدي. الجدي هو تاسع طالع الطور، الجدي هو ثامن طالع الجوزاء، عشان كده بيكره ديك أم بعض. الجدي هو يعني المقابل لطالع السرطان، عشان كده محدش طالع السرطان متجوز حد ومعجب بيه، عشان كده شخص قاسي صلب. الجدي هو السادس من طالع الجدي، عشان كده زملاء العمل ملايين والدين. الجدي هو خامس طالع العذراء. الجدي هو رابع طالع الميزان، عشان كده لازم يبقى دبلوماسي، يعني انت فاهم. الجدي هو الثالث بالنسبة لطالع العقرب، عشان كده بيحب الكلام مع بعض. الجدي هو الثاني بالنسبة لطلع القوس. الجدي هو نفسه طالع الجدي في البيت الأول. الجدي في البيت الـ12 بالنسبة لطالع الدلو، عشان كده بكره ديك اللي نفضهم. الجدي هو الـ11 بالنسبة لطالع الحوت.